وفي سياق الحديث عن العبودية الخالصة لله، وأنه لن يكون لوجودنا ولا لحياتنا ولا لأوقاتنا ولا لمالنا ولا لأبنائنا ولا لعقلنا ولا لمناصبنا ولا لنفوذنا ولا لكل إنجازاتنا ولا لكل إبداعاتنا، لن يكون لها معنى إلا إذا كانت لله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي أولئك الذين جعلوا إذن أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى. لذلك يصدمنا أحيانا بعض الناس بأسئلة ونضطر أن نذكر أنفسنا بها. يقول لك يا أخي، وهذه ظواهر النفاق الاجتماعي ما حكمها في الشرع؟ ظواهر النفاق الاجتماعي كيف يكمن؟ قال لك يعني هذا التبذير والإسراف في مظاهر العزاء، لماذا؟ هل لأجل أن يقوم بحق العزاء ولا ليقال؟ هنا يحاسب الإنسان نفسه، كل إنسان أدرى بنفسه. هذا التبذير والإسراف والمبالغة والتضخيم في الجاهات مثلا، هل لأقوم بحق الأسرة التي سنخطب من عندها ولإشهار سنة من سنن الأنبياء ولا ليقال؟ يحاسب الإنسان نفسه. هل حرصي على منصب لكي أخدم الأمة وأصدق في العمل وأحارب فسادا وأكون أمينا، ولأنني أشعر أنني قوي أمين حفيظ عليم أؤدي حق هذه الأمانة وهذه المسؤولية وأني سأسأل عن ذلك بين يدي الله، ولكن أم ليقال منصب فلان؟ هل عندما نجد أولئك الذين يدافعون عن القتلة والمجرمين وبيطلع لنا بعضهم من أصحاب المحاشة اللحى طبعا، بس يزعم أنه صاحب لحية وأنه صاحب منهج صوفي وأنه معارض في بلده الأردن، تصوروا على هالتناقض، ويطلب أن نعتذر إلى المجرم القاتل الذي قتل شعبه في سوريا. نعتذر عن ماذا؟ ومن الذي يعتذر من من؟ وهل رأيت مظلوما مسحوقا دمر أهله وشعبه وتراثه واقتصاده فضلا عن دينه يعتذر للقاتل المجرم الذي سفك الدماء وجعل بلاده محل الاحتلال الأجنبي؟ نعتذر عن ماذا ولمن؟ هل عندما ينطق الإنسان بهذه المواقف يشعر أو يسأل نفسه، أنا أقول ذلك لأجل الله؟ أنا أقول ذلك وأنا سأقف بين يدي الله وأنني سيسألني عن كل كلمة وكل موقف؟ مواقف حقيقة لا تنتهي، كيف نخلص فيها لله سبحانه وتعالى؟